السلام عليكم مشاهدي إيميغو 24. اليوم معنا واحد فنان كوميدي اللي معروف بوزيان. بوزيان ما يمكنش نهضروا معاه باللغة العربية ولا بالعربية، لازم نهضروا معاه بالريفية، وعارفين أنه جاليتنا اللي كتوجد بأوروبا ريفة تبارك الله غير هما. بوزيان نسني جدي الكوميديا، مش جيوين غالي استثمار الاقتصاد زوينة طغا عام حقيش 100 مليون سل الكوميديا اللي غاس من دي صحيح كده بوزيان وده استثمار وشا قررت استثمار ان شاء الله اللي غيش كار روح حلوة يطغى علي الشيخ لان غان غيش نسني يدخوا الخوا الصراحة هذا ما طغا ديش الاقتراح زي الشركة المنظمة كويك دون نتاك نضمن اللقاء هو باش ادسنا تغا هولندا غا اوتريخت بالضبط باش اقيم انك ابناء الجاليه المغربيه المقيمه ذي ديار المهجر ذي اوروبا متكمل وجه ذي هولندا وها حندا نشجع نخلي استثمار للجهه الشرقيه ماشي نستنى الجهه الشرقيه ان منعدمه تماما شان حاش قناه الاستثمار منعدمه تماما شان حاش قناه السياحه وش تشجع الشباب يبداني غتجا الرغبه ادسنا ما هنسن عجبني الفكره هذا عجبني الفكره وانني ديما زمانا كنلاحظ بما انك فنان مثل الجهه الشرقيه اغلب الاعمال نشتي قلت ندي اوروبا تلقى جوالات وسنش الجاليه عجبني الفكره وسير وبيني وبينك في واحد ما كاين ما يدار خدت الخفي طياره خدت الخفي اوتيل اللي غاز قلنا واحد الساعه شويه بيني وبينك زعما نزرش كتقيدي جن المداخله من دسنت الدنيا ديال اللقاء المداخله هنو حسبنت مار الاساتذه توغاني تم بين احسن المداخلات ذي 2017 واخا عاد التوظيف كوليج من يقا كوليج من المشاكل نش سبدغ القاعه متكمر ني غاس نودين شغاريج المشكل وخص غادي تحل مرخونا انا يمين يعني ني غاس سؤالينو هو مرمي كي مرفضه انا عندي سؤال هو مهم للجالية ومهم للحضور بغيت نسولكم وكنتمنى تجاوبوني دابا فوكاش تغداو تساعدتي غير ولا وفي خلنا عندناش على الصبون سوار تمن غارقه وذاك شي بويا الرخصه قطع عن خفي فوت قطع عن خفي يمال قحقا قثار يماني غنزوغ رقص بات الطوماطي شوالو وفي على الصبون يوضن على الصبون اللي غاسود خاص نقصاه شويه قصاه كي سنوال عنده ما دينيش نجول العروض نجدد اوروبا كوسان ديوسين ديني رخوت كمار الجوله انا بي بي يو تقريبا عام ونص نشتق غاس الجوله العرض ستاند اب بينوني غالوان ما نشون بي بي يو ديش نعرض المده نص الزمنيه ليس 32 9:45 32 ديني ان شاء الله كواس كيغيش نجوله دي اوروبا زي كمر الجوله دي اوروبا جاتو غادي يخت عام ونص واس كيغيش نجوله ان شاء الله دي يعرف اواني بي بي يو دي نجم مفاجاه اجن ستاند اب كوميدي نشدي جن 10 من بين اخير الكوميديين دي تنديت النظر دي يعرف من يكمر مفاجاه جا اونتر بارونتيز العرض امزوارو غان ان شاء الله نهار 27 دي 7 دي فيستيفال اورينتال دوغيغ غيتوكن دي تنديت النظر سوني قاصني صحاب النظر مرحبا بكم دي الفيستيفال نضحاش تي غيرين ان شاء الله دي اطاليون مارينا دي تنديت النظر هذا استزام العرض نغنشدي وخصبو ديني غير اسم الناس وخصبو ديني الكونسيبت الناس ولا مخفي من يعنى مهم ديش ستيل الامريكاني الجديد لاول مره هذه توخرق دي الجهه الشرقيه متكمل ويمكن دي المغربيه ملي يكمل الطريقه ني بركي وني ديش ستيل الامريكاني عما شان يجي ميزع ماثيك نش ديجن مجموعه من الشباب مشي 13 دماغ مارتك الكوميديا تزام عرض كوميديا 100% المده نص 2 ساعات 2 ساعات ونص ما مش توري التفاعل الجالي يعني غير مغربي اني مهاجر عندني تاكي وجي كيدي وهاك جميع الاعمال الفنيه دي تسنزي ثاندي تنظر سواء كيديني غاك هاكي يوداني غاس ندي تسن زي المغربة من يكمر الصراحة اجل المقولة اني عبقاذا اريا في جن الصديقين الفنان اول مرة اميدو سيغا بالمناسبة ان اول سبيكتاكلينو ذي اوروبا توادي ثاندي انت سويني ثاندي انت تعيس خفية الطاس
خلاص دي اوتريخت بالضبط دي ستاد شخرنبورغ شي طوا كيلعب قضا ريف وشي زرا التفاعل نيوذان اكيد الاستقبال الحب نسن وشي ناي اه شري خوت شي ذاك يخفنا شفنا انا يعني خص غادي ان التفاعل الابناء الجاليه اك 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 لي زارتيست دي تاسن زي مانسن يجن التفاعل رائع وني ذا يتشجع حنا غنسير غطاس وخير دليل خير دليل ان بي بي يو جا 17 لعرض 16 لعرض دي اوروبا اجن العرض دي ثاني تنال خير دليل على ان يوذان ذي المستوى تسن تخدصن تيكي ساغن 8 الناس يتسن تاد العائلة حندا غادي غادي فارج جيشن سبيكتاكل نش المدة من 6 ساعات ونص نيغ 2 ساعاتين اما ذي ثاني تنظن تقص سبيكتاكل باطل وتيسن ارندانا يا من خزار بوزيان دي تلفزيون ارندانا وزار مشى بوزيان دي تلفزيون لسببين اولا عام التلفزيون دي لابيل دوف ويدعم رديج العمل الكوميدي وكش نشى المسلسل الكوميدي تنتمنى كش الجزء الثاني الوريث الوحيد مشى مع الاسف وكش نشى كش اجن المسلسل الدرامي قناه السوداث مسلسل التوداث خدم غديس دي لابوات برودكسيون خدم غديس الانتاج مشى كممثل ودي سيلاخشا لسببين سبب مزوارو انه نش رخو تقريبا 3 سنين وقيم بوت غير الاعمال وقيم خمزوا ديال البدايه نتو غتخلط غير اعمال دراميه اعمال كوميديات ومش ميك حسب التمثيل يعني تمثل غير الكوميديا مش رخو 3 سنين زبوا مي تخصا العمل مروه ريس بالكوميديا العمل مروه ودي سبويا ريس ودي ستيف فخشا والدورينو مروه ودي سبويا ريس ودي ستيف فخشا للتلفزيون يمكن هذا نظام دي شان دور جدي سيريو ماشي ديال السينما دي التلفزيون ان شاء الله عما صدي تزامل شن العمل نزرا يتصل ادوار يراري سن بوزيان من دور يوزن زي شخصيا الصراحة الذي يجن الدور هو يوزف دي شخصيانو دي شخصيانو بركي مالا طعام محرام يعني قنداش فاضح شي شي ذا خبا لا من دوري خفي عزا بكل صراحة من بين أحب الأدوار إبوزيان هو الدور إيراغ دي أول سيتكم ذي عرف من إذا شغفه الدور حسين بوركيف ميمي خفي عز تعجبني ماركاني لي بيرسوناج يجن بوثين حسيين كذا يقيم ديني يتقبر عباد الله ميمي ذي جن ديجن البيرسوناج ليس لاكتيفيتي لا علاقة لها سبوزيان ماشي كبيرسوناج حسين تو تعجبية ولا أخفيكم سرا أن الخرخو مارا مار خميني التقني ضغني خميني تخصغى تفارج غدي شان حاج تراح غا مالي داش غا ضد فروج غدي حسين سبوزيان إجنا وردن قارو مارا وذي كتفرجن عبر إيميغو 24 تي في إميرون 24 ذا زوار إميرون 24 قاوم مروح قاك نيو سيميرون ومذزيرا Watch it. Yo.